السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ان شاء الله نعمل مع بعض اكلة تحفة جدا جدا، تنفع غدا تنفع عشاء، جميلة جدا وتغيير بعيد عن الرقاق بعيد عن الجلاش، حاجة جميلة قوي بالجبن وباللحمة المفرومة، حاجة تحفة. بصوا يا جماعة، بصوا ما شاء الله النتيجة هايلة ازاي، بصوا معايا اللي بتاعها طرية ازاي وجميلة، بصوا ما شاء الله، بصوا تحفة ازاي ما شاء الله عليها. دي اللي هي باللحمة المفرومة اهي، جميلة قوي 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 وريحتها قلب المطبخ ما شاء الله عليها. تعالوا هنا برضو دي اللي بالجبن، الصوت اللي مع بخار تاني، بسم الله جميلة جدا، بصوا برضو ما شاء الله عليها. بصوا يا جماعة تحفة ازاي، بصوا ما شاء الله قطنية كده وجميلة، بصوا طرية كلها حتى الحروف بتاعتها طرية وجميلة اهي، بصوا ما شاء الله عليها، بصوا بسم الله ما شاء الله جميلة قوي، والجبن فيها جميلة اهي ما شاء الله. طريقتها سهلة قوي وعملناها بكل بساطة، ولو اول مرة تشوف القناة بتاعتي اشتركي فيها، تلاقي حاجة مفيدة جدا، وطبعا فعلي الجرس واعملي اللايك الجميل بتاعكم والتعليقات الجميلة بتاعتكم، عايزة اشوف التعليقات الجميلة على الاكلة الجميلة دي، جربوها جميلة جدا جدا جدا. وتعالوا معايا نشوف الخطوات اللي احنا عملنا فيها الصواني الجميلة دي. دي مكونات العجينة اللي معايا اهو، معايا ايه؟ معايا كيلو دقيق ماشي، معايا 2 زبادي، والبيض هاخد بيضاية ونص، يعني ايه بيضاية ونص؟ يعني هاخد بيضة كاملة وبياض بيضة ونص للتلميع، مش هرمي حاجة ماشي. عندي معلقة بيكنج باودر صغيرة، معلقة خميرة كبيرة خميرة فورية، معلقة سكر حلوة كبيرة برضو، وذرة ملح، عندي كوباية لبن وممكن احتاج لبن تاني، وعندي نص كوباية زيت. دي المكونات بتاعتي. انزل بقى بالسوائل بتاعتي كلها، نص كوباية الزيت اهي بالشكل ده كده، وادي اللبن، وادي الخميرة، سكر، معلقة البيكنج باودر، انزل بالزبادي. انا عايزة عجينة طرية حلوة كده ماشي. احنا نعمل حاجة، مش هقولك بقى بديل الرقاق بديل الجلاش، لا مفيش بديل لا للرقاق ولا الجلاش، حاجة مختلفة تانية، حاجة جديدة نعملها مع بعض تدينا برضو طعم جميل، تغيير يعني كتغيير ماشي. نعمل فطيرتين ان شاء الله، واحدة باللحمة وواحدة بالجبن، بس ان شاء الله تكون جميلة بإذن الله ماشي. وادي زرة الملح بس كده، اقلب بقى كل المكونات دي مع بعضيها كده، خلاص كده بالشكل ده كده. انا عندي هنا البطين اللي قلت لكم عليها دي بيضة وبياض بيضة، وده الصفراوي خليل اللي هندب بيه الوش، يعني دول كده 2 بيضة، اه خدنا بس بيضة وبياض بتاعها والصفراوي الواحد، نركنه على جنب كده. انزل بقى بالبيضة والبياض دي او بالشكل ده كده برضه، اقلبه كده. انزل بقى بالدقيق بتاعي كده شوية شوية كده لحد ما يتقل معايا، واعجن بقى بايدي بالشكل ده كده. لو احتاج لبن زي ما قلنا كده ممكن نحتاج ايه ربع كوبايه، وممكن ما نحتاجش حسب الدقيق اللي معايا بس كده. هجيب بقى بايدي خلاص كده، دي خلاص الشكل ده كده، خلاص المكونات بتاعتي مظبوطه، ما احتجتش حاجه، هي كوبايه اللبن بس اهو مع المقادير اللي انا قلت لكم عليها. بصوا العجينه جميله ازاي، بصوا ما شاء الله، بصوا جميله ازاي ان شاء الله. اسيبها بقى تختمر، يعني زي ما تاخد بقى مثال تاخد نص ساعة ان شاء الله، الجو حلو اهو حر مش برد، فتاخد معانا نص ساعة. الكوباية بقى مكان الزيت، بص مكانك نص الكوباية دي بس كده، دهن زيت بسيطة كده بس كده بالشكل ده كده، اغطيها بقى بالستريتش واسيبها لمدة نص ساعة وارجع لكم تاني. وادي العجينة بتاعتي بعد ما قعدت عليها نص ساعة، بصوا ما شاء الله طمنت ازاي، بسم الله ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم. هنا كده رشة رشة دقيق، وادي العجينة بتاعتي اهي ما شاء الله عليها، بسم الله الرحمن الرحيم، طرية وجميلة اهي ما شاء الله. ناخدها كده واقسمها ايه بقى نصين، يعني هكبر النص بتاع الصاج شوية عشان هنعمله طبقتين على بعض، لكن بتاعت الصينية ايه يعني ممكن تلت وتلتين بالشكل ده كده. اشيل بقى دي ما شاء الله، واخد العجينة دي بقى ايه بالشكل ده كده، اعملها بقى ايه للصينية دي اللي احشيها جبن. خلاص كده انا جايبه الصينيه بتاعتي اهو، دهناها سمنه بالشكل ده كده. اجيب بقى الجبن اللي عندي، اي جبن عندك بقى حطيها، بس ايه هنا عندنا ايه بقى شيبر ورومي، دي جبنه رومي بس مش هكتر الرومي عشان بتبقى حادقه شويه،
ماشي. لكن هقدر بقى الشيدر بالشكل ده كده، دي بتتحشي اي حاجه، لو حبيتي تعملي سبانخ تبقى جميله جدا، فاهمه؟ العجينه دي تبقى حلوه قوي بالسبانخ، بس احنا النهارده نعملها بالجبن بس. نلمها كده على بعضيها كده الجبن. عندي برضو جبنه اهي، هي مش حادقه، حلوه، جبنه بيضه عاديه اهي، احط برضو كده تدي طعم جميل قوي. موزاريلا برضو، حط برضو موزاريلا شويه حلوين برضو كده، ميكس كده من الجبن. بس ما شاء الله، بصوا الشكل ده كده اهو، زي ما انتم شايفين كده، لم كده من على العجين كده، ندخله في قلب بعضه. خلاص كده بعد ما حطيت الجبنه بتاعتي، ألمي بقى العجينه تاني كده اهو بالشكل ده كده، بصوا بالشكل ده كده اهو. بالشكل ده كده ندخلها في قلب بعضيها بالشكل ده كده، نشيل اي جبنه من فوق كده، كده واجيبها في الصينيه بتاعتي اهو. بصوا ابدا بقى ايه، افردها بقى بالصينيه. متقلقش، هنلاقي ان شاء الله الجبن توزعت في العجين كله. قبل بس ايدي كده شويه زيت عشان تساعد ان العجينه تتفرد معايا. بالشكل ده كده، كده بقى كده بالراحه كده، بوسع الصينيه كلها وارجع لكم تاني. بقت الفطيره بتاعتي جاهزه اهي اللي بالجبن بالشكل ده كده. انت حبيتي بقى تزوقيها تقطعيها بطريقتك براحتك. انا ممكن ايه اوريكي، ممكن نعمل حاجه كده، بسم الله، بس بالشكل ده كده النص كده ماشي. واجيب بقى السكينه بتاعتي واقطع بقى كده بالراحه كده، مش هنقطع للاخر بس كده. بالشكل ده كده يدينا شكل جميل. انت بقى عايزه تحطي هنا جبن براحتك، عايزه تحطي سمسم وحبه البركه تشكلي كده براحتك. نشوف مع بعض هنعمل ايه. نجيب كده جبنه بالشكل ده كده، كملي جبن كل الفتحات دي تقفليها كده بشياكه كده. حطيت على صفار البيض بتاعي شويه لبن ونص معلقه نسكافيه، نص معلقه صغيره بالشكل كده اللي قاعدين بيه الوش بتاع الفطيره بتاعتي بالشكل ده كده. اكمل بقى بقيه الزبده بتاعي بالجبنه بعد ما عملت الدهان اللي هو بالصفار البيض وشويه لبن ونص معلقه نسكافيه صغيره خالص، بس كده بالشكل ده كده. بقيت عندي بالشكل الجميل ده، احطها في الفرن على 180 لحد ما تستوي معايا، واما اطلعها اوريها لكم بقى شكلها بقى عامل ازاي. ما شاء الله جميله اهي. ادي بقى للصاج اللي انا هعمله، اللحمه المفرومه عندي، العجينه برده ما شاء الله اهي، هقسمها اتنين دي بقى بالشكل ده كده، ان انا عايزه طبقتين، واحده من فوق واحده من تحت. انا هحاول بقى اعملها ايه مستطيل كده على قد الصاج بتاعي. انا فردتها، اكمل بقى بقيت لو فيها نقص حاجه افردها في الصاج بالشكل ده كده، اجيبها في الصاج بتاعي كده. اكمل بقى الفرد كده برضو، ادي ايدي زيت، الزيت بيساعد على الفرد يا جماعه بالشكل ده كده. بقت عندنا بالشكل ده كده ماشي. انا بقى عندي لحمه معصره اهي، افردها بقى على العجينه بتاعتي دي كلها كده. جميله اهي ما شاء الله. طبعا كلنا عارفين اللحمه المعصره بتتعصب ازاي، يعني مش محتاجه ايه ان احنا نعملها مخصوص عشان احنا ما نطولش معاكم الفيديو. خلاص حطيت اللحمه بتاعتي اهي المعصره، عندي هنا شرايح جبنه شيدر بالشكل ده كده، حطها برده في الصاج بتاعي كده. انا محتاجه ان ايه اقطع الخرطه كده الاقيها بتشد معايا جميله كده بالشكل ده كده.
بالشكل الجميل ده. اعمل بقى العجينه اللي من فوق وارجع لكم تاني. بعد ما فردتها بالشكل ده كده اخدها كده، بسم الله، اجي على الصاج بتاعي كده بالراحه، اشد بقى كده الجناب دي. كده اتقفلت معايا خالص اهي. اجيب بقى البيض اللي انا عاملاه، بيض بلبن بنص ملعقه نسكافيه صغيره خالص. ادي بقى الصينيه بتاعتي، بسم الله، بالشكل ده كده. ادينا كله عشان يدينا كله لون واحد كده جميل قوي. خلاص الصاج بتاعي جاهز اهو. انا بقى ازوقه بايه؟ بسمسم وحبه البركه. ماشي، اخد كده بالراحه. بصوا بالشكل ده كده، صفي السمسم، صفي حبة البركة وصفي السمسم. بصوا بالشكل ده كده، ادينا منظر جميل. هذا ايه يعني؟ بيقول لك العين بتاكل قبل البق، فلازم الحاجة تبقى جميلة، شكلها جميل قدامنا كده. بيض بالشكل الجميل ده، بصوا ما شاء الله، تقولوا تورتايه ما شاء الله جميله. جميل. احطها بقى في الفرن وتستوي وارجع لكم تاني. وادي الصواني الجميله بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن، بص اقطعها معاكم. بصوا ما شاء الله، بسم الله كده بالشكل ده كده، ما شاء الله الجبنه سايحه فيها جامد اهي. سليكها بس كويس احسن سخنه مولعه. بسم الله ما شاء الله جميله ازاي، بسم الله بالشكل ده كده. نقطع حتة كده مع بعض. بصوا ما شاء الله، شايفين الدخان طالع منها ازاي؟ تحفة 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 جميلة، وريحتها قلب المطبخ ما شاء الله عليها. بألف هنا وشفا.